مرحبا، احنا انا شادي نشوان، ميديا دايركتور بمس بي. مس بي هي مالتي ميديا برودكشن هاوس، بنعمل بروديوس لميني سيرفيسز، منها بدايه بالكاركتر ديزاين، بال2 دي 3 دي انيميشن، كوميك برودكشن، وبرضه في عنا انتاجات بالاي ليرنينج او الادوكيشنال كونتنت. طبعا في عنا ميني برودكتس اوريدي بعناهم، وفي كونسبتس هلا عم نشتغل عليهم. من البرودكتس اللي احنا عم نشتغل عليها راديو برانكس، كانت موجوده عندنا بالاردن اسمها نكشه مخ، اخذناهم وعملنا لهم اديتنج وفيجوالايزنج على التي في، وكانت مشهوره هاي البرانكس من خلال كاركتر اسمه راجي دواره. هذا الكاركتر احنا طورناه وعملنا منه كمان تو اذر برودكتس اللي هم راجي فاميلي وراجي شو. راجي فاميلي هي عائله اردنيه وتطرح السوشيال كوميدي في مختلف جوانب الحياه. وبرضه في عندنا اللي هو راجي شو. راجي شو اتس كوميديان شو بيستضيف سيلبرتيز، وطبعا باسلوب راجي بيستضيف سيلبرتيز، وفي ستاند اب كوميديز. وبرضه عندنا اللي هو الادوكيشنال كونتنت، اللي هو احنا التقديم اللي عملناه لليرنينج وذ نزار، هو بيعلم سلوكيات من خلال جيمز. هذا انتاج عملناه كوميك، يعني قصص مصوره بالعربي وبالانجليزي. وبرضه عملنا انيميشن برضه بالعربي وبالانجليزي. هاي طبعا مشاركتنا بالمعرض. احنا نعمل بالمعرض انه نبيع المنتجات اللي موجودة عندنا، ونعمل تعاون مع شركات وخبرات تانية تو اوت سورس عندهم، وهم تو اوت سورس عندنا. والمعرض احنا شايفين انه ان شاء الله فرصة منيحة لنا ولشركات كتير للتعاون مع بعض. شكرا لكم.